كيفك سيادة النقيب؟ بخير سيدي. باتور، أجيت الأوامر، الكفالة خلص جاهزة، يلا تفضلوا. علم سيد العميد. خطتك وصلت لقيادة الفرقة، رح تروح لأنقرة بأسرع وقت. علم سيد العميد. بس كنت عم بشتغل على هاي العملية من كم شهر، في مجال تعطوني 48 ساعة على هذا الشيء؟ طيب، بس لا تتأخر. شكرا كثير سيدي. وشو صار بالجنديين المفقودين؟ حررناهم سيدي، ولقيت مستندات خطيرة، مستندات كثير مهمة. بس هذا الشيء ضد القانون نقيب باتور، التعليمات انك تسمح للضباط وعناصر المنظمات اللاحكومية بالدخول. بس شوفك رح ناقشك بهي الشغلة سيدي، وبظن سيادتك رح توافقيني. صدقيني المستندات اللي لقيتهم كثير مهمين. مفهوم سيادة النقيب. شكرا سيدي العميد. باتور، بدي تنتبه منيح بمهمتك الجاية، تمام؟ بدي ترجع من أنقرة سالم. حاضر سيدي العميد. علم. مع السلامة يا رفيقي الغالي. الله معك يا ميسي. مع السلامة يا أسدي. يشار، هو مات معك بالعملية ما هيك؟ مزبوط سيدي. وليش ما حييته؟ انتبه، استعد، استارح. بهالدنيا في كلاب بتقدم روحها في ذا الوضع، وفي أشباه من البشر الخيانة ماشية بدمهم. الله معك يا ميسي. مع السلامة يا سبع. استريحوا. ساح دموعك. شو رح تضل عم تبكي؟ ولا رح تتجهز للمهمة الجاية؟ حاضر سيدي النقيب. الموضوع مانو هيك، لازم انت توافق ولازم تتطوع، وإذا قررت ما تشارك فما حدا بيجبرك. حاضر سيدي النقيب. ممتاز، استعدوا منيح لكان، رح نروح على أنقرة وراح تصيروا جزء من الفريق التركي العالمي للاستجابة السريعة. جاهزين سيدي النقيب. يشار. نعم سيدي. لهلا ما سمعت رأيك بالمهمة. خلينا نروح سيدي، خلينا. أنا ما عاد فيني ضل هون أصلا، طول ما أنا بهالسكنة رح ضل هون جنب قبر ميسي، وهيك رح أبكي عليه كتير. خليني روح سيدي. يلا منروح محل ما بياخدنا القدر، رح نكون معكم لآخر نفس. بس في شغلة واحدة سيدي. شو هي؟ أنا بدي أخذ أمي معي على أنقرة كمان، لأنه ما لحد غيري هون سيدي. لا تهك الهم، رح نلاقي لها مكان يناسبة. يلا لأشوف أمر عسكري، تفضلوا نشرب شاي. يلا. خلينا ننام أحسن شيء. هلا بست الكل. فيقتك يا روحي؟ لا أنا فايق. قليلي شو في؟ ها باتور ابني، ما راح تبطل تعمل مثل بوم الليل هالسهر كله بتعب صحتك وعيونك يا عمري. تعرف في دكتور بالتلفزيون سمعته عم يحكي عن السهر وأضراره هداك اليوم، وعن جد خفت عليك. شو بتخسر إذا بتنام بالليل وتشتغل الصبح؟ تمام أمي، لا تاكلي هم، رح انتبه على صحتي. طيب وإمتى جاي تزورنا؟
أنا وجدك اشتقنا لك كتير. جوجان سلميلي على حفيدي البطل، قلي له أني اشتقت له كتير. سمعت جدك شو قال؟ سلميلي على البطل. على فكرة أمي، أنا في شغلة بدي أقلك ياها. إيه تون جاي ما اتصل فينا كمان. هيك الواحد ما بيسأل على أهله، إذا اتصل فيك قله إنه زعلانين منه كتير. والله ناطف قلبي على شوفتكن أنتوا الاثنين حواليي. بالاسم عندي ولدين، ما بصح لي شوفكن منيح. ليك باتور حبيبي، لا تسكر الخط ماشي؟ لازم فوت اشحن تليفوني. استنى. تمام أمي، تمام، على مهلك. خلص ما رح سكر الخط، ناطرك على التليفون أنا روقي. ايه يا روحي، رح تتأخر لتجي لعندي؟ امي والله بعرف اني تأخرت، بس يصحلي رح ارجع فورا. طيب يا روحي، الله يحميكم. اذا لازمك اي شي من هون خبرني لاشحن لك يا. بوس ايدك امي، هون مو ناقصني شي ابدا، ما تاكلي هم. انا بس بدي تسلميلي على جدي. نحن منحبك كتير يا روح قلبي، انتبهوا على حالكم. ادخل سلمي على الكل امي. مفهوم أمي. خلص أمي، تمام؟ احترامي سيدي، ما خبرتنا نحن إمتى لازم نفيقك؟ الساعة 9 منيح؟ 9 منيح أرجان، الحوامة جاي على الساعة 10 وبدنا ساعتين بالتسلو، يعني نقدر نكون هنيك شي وحدة أو تنتين بالليل، شو رأيك أنت؟ والله أنا شايفة مظابطة سيدي، يعني كيف رح تكمل بهالنظام ما بعرف، بتضل نايم طول النهار وبتفي بالليل. والدكاترة قالوا إنه هالشي بيضر بصحتك سيدي، لازم تغير نظامك. حاسك أمي. أنا أمك؟ هلأ سكرت معها وعطتني نفس الموشح، فحاسس إنه صارت قدامي وعم تحكي بوشي. طبيعي سيدي القائد، يعني الأمهات بهمهم مصلحتنا وهنن بالآخر دائماً بدهن الأحسن إنا. قصدي خلص مثل ما بدك. هلأ في أوامر تانية بخصوص العملية القادمة؟ برأيي لازم نركز إنه السلاح يكون نوعي، لأنه هدول الناس نخبة من المجرمين وما رح يوفروا شي ليستخدموه ضدنا، وهي المهمة رح تأخذ وقت. حاضر سيدي القائد. أرجان. نعم سيدي. أنتم مستعدين لمهمة أنقرة؟ طبعا مستعدين. بصراحة أنا وكل رفقاتي متحمسين كتير صدقني، وفي عنا فضول نعرف التفاصيل. أشعر بدني. رح تعرفوا، رح تكون هالمهمة شيقة. الله يقدرنا على خدمة الوطن. نعم سيدي الجنرال. كيف الوضع عندك عميد توملس؟ رح نوصل خلال 20 دقيقة سيدي، ولحد هلأ ما في مشاكل بنوب. مفهوم، ما بدي أي مشاكل بالفريق هنيك، أساساً في حالة طوارئ عندهم ونحن ما عندنا وقت كتير. ما في أي مشاكل سيدي، الجدول تبعنا واضح. ايه النقيب كارانليك، طمنيني كيف أخباره؟ حكيت مع النقيب كارانليك من شي ساعة وقال لي إنه رح يوصل على أنقرة خلال 48 ساعة. ما بدي تأخير أبداً. وين راح تكون محطتكم الأولى؟ راح نروح لشوشة وبعدين راح نروح لفوزولي. ايه تمام، توصلوا بالسلامة. شكراً لك سيدي. ممتاز عميد تكين. كأنه أصابع الكل بيأشروا على منطقة واحدة، وإيدين الكل هون بهالنقطة هي. يعني هذا هو موقع أول مهم للمجموعة. مزبوط سيادة العميد، هذا هو هدفنا. شو رأيك؟ مهمة ممتازة للنقيب كارانليك. مزبوط سيدي الجنرال. آتكين، بدي إياك تعمل لي دراسة عامة للمنطقة. أمرك سيدي. شكرا.
شو لازم نعمل؟ شكرا لك. شو عم يصير؟ شو عم تعملوا هون؟ شو كأنه القائد ما أعطاكم يوم عطلة؟ ايه مبلا. ايه احكي. نحن فكرنا. شو فكرتوا؟ احكي يلا. يا شباب النقيب باتور صار هون. انتبه. يعطيكم العافية. الله يعافيك. ملازم أرجان. أمرك سيدي. الشباب حبوا ينضموا إلنا. هالشي بيسعدني كتير وراح يكون مفيد له. وكان انبسط. طبعاً قبل ما تنبسطوا اسمعوا. اعتباراً من هاي اللحظة تواصل داخلي وخارجي ممنوع. المونة والزخيرة والمعدات ما بدي فيها نقص أبداً لو شو ما كان الظرف. بعد ما الحوامة رح تنزلنا هنيك في عنا مسافة مشي طويلة منيح، ومثل ما بتعرفوا بدي تمويه كامل. رح نكون هاديين مثل العصافير. شوفوا أخواتي هالمهمة فوتتها وعرة وما نسهل بنوب. انتبهوا وديروا بالكن، ما عنا مجال للخطأ أبداً. كلكن بتفتحوا عيونكن، منشان هيك استعدوا لهالشي. مفهوم كلامي؟ مفهوم سيدي النقيب. رفعوا صوتكن أكتر. مفهوم سيدي النقيب. ممتاز. يلا خلونا نروح نستعد لكان. يلا يلا يا شباب. يلا يلا يا شباب. يا جيت العتمة عندك. تحت أمرك سيدي النقيب. سيدي ما بعرف في شي بالرادار، رجعنا هني. ممتاز، معناتها خبرهم ما يتنفسوا لحتى نوصل على الموقع. حاضر سيدي. أرجان، تعرف مين اللي رح ناخده؟ مين؟ الملاحظة الحمراء رقم 5. بهرام سابو؟ ليش عم تعلي صوتك قدام العساكر؟ آسف سيدي. تعرف كل القائمة صح؟ هيك لكان هالواطي بيكون بهرام ما؟ إذا طلعت هاي الإخبارية مزبوطة معناتها رح ياخدوه على مشفى بسليمانية، لأنه عنده فشل كلوي. إلي جهنم الحمراء. صحيح سيدي. كيف رح نتعرف على الهدف؟ لازم نقرب منه ما؟ هون ما فينا نعمل علقة بالمرة، بس بقى هنن رح يضطروا ينقلوا بشي آلية، وأكيد رح يوصل آليات تانية. هذا هو الهدف. وصل يا ملازم. اللي شو شايف؟ احكي. المسافة شي 600 متر. واللي عن باب السيارة؟ باب السيارة 610 متر. وهي 610. والريح شمال شرق 6 عقد. السرعة 45 درجة. الجانب اليساري 10 درجات، وبعدين 4 درجات لجهة اليسار.
أنا من عندي خالص، مفهوم؟ من عندي خالص. الباقي عليكم يا أبطال، اتفضلوا. سيدي، اجت الإصابة بقلب الهدف، تمت المهمة بنجاح. سيدي، بهرام ثوبه انتهى هلأ، خلصنا عليه. في شيء ما عجبني، ليش تركوه مشيو؟ ما بعرف، بجوز فكرونا بغير موقع. في شيء ما نصح هون يا أرجان. جمعوا انتوا اثنين، روحوا من الجرف. يلا نحن رح ننزل من هون ورح نغير التشكيل. الكل يكون صاحي وانتبهوا منيح. ها ملازم أرجان. حاضر سيدي. المفروض يكون في ضوء أو شيء أكبر. انتبه منيح وتفقد رجال بالجهاز كمان. ها بجوز يكون هذا كمين. علم سيدي. مين معي؟ خليني أحكي مع قائدك. وليش مين أنت؟ سيدي هذا هو الإرهابي. أحكي. شو ما رح تسألني عن اسمي؟ هذا أنا، بهرام ثابو. شو عم يقول هاد؟ سيدي النقيب في شي هون. سيدي نقيب لازم تيجي تشوف بسرعة. بتمنى تعجبك الهدية الصغيرة، بتوقع ما رح تقدر تنساها ابنو. تعال نحكي وش لوش. قل لي شو عم يصير؟ وهون في واحد تاني. يلا نصر لازم سكر، انبسط بنصرك. استنى سيدي. ليش شو صاير؟ سيدي لا تقرب. بعد من وش يا أرجان؟ لا سيدي. شو قصدك يعني بعد هيك؟ قلت لك لا سيدي. أرجان أرجان اتحرك. بترشاك. خليني أمرق، خلصني بقى. بترشاك سيدي. اتركني بعد. جاي؟ الملام يا ويلي عليك يا أخي. سيدي مين بيكون هاد؟ هاد أخو. Şaderler
Anasının kuzusu yere koydu ben onu. Yere koydu ben onu. شوفي خير إن شاء الله. بابا خير؟ شو صاير؟ ما تخافي يا بنتي، ما بعرف، أكيد في شي غلط. رح أطلع شوف شو فيه. شوفي سيادة المقدم، يا واحد أنا في عندي ولدين، أي واحد منهم اللي راح؟ مدام لو سمحت. أي واحد يا حضرة الضابط؟ خلصني اللي خسارتنا كبيرة، العمر إلكم. مع الأسف الملازم أول تونجاي كران ليك استشهد. لا ابني، ابني حبيبي راح تونجاي. يا عيون امك انت. اخ يا تونجاي. سامروخ يا وروم بن ألم. كيف مات ابني؟ كيف قتلوا حضرة الضابط اللي؟ صار اشتباك بنص الليل صليانا شمال العراق، ومع الأسف. أخ يا روح قلبي، كيف عملوا فيك هيك؟ بني كلدن. اللهم رح تلاقوا اللي عمل فيه هيك مزبوط. بني كلدن رح تلاقوا اللي عمله وتحطوه تحت التراب، اللي إنه رح تقلبوا حياته لجهنم حضرة الضابط، اللي إنه رح ترموا اللي عملوا بابني هيك للكلاب، اللي إنه دم اللي قتلوا لابني رح يسقي أرض تركيا ورح تنتقم منه. ما تاكلي هم هالشي، دم تونجاي ما حيروح حدا. Can yarısı diye Tasaltı bir ahu Tasaltı bir ahu Nakib karallik Batur karallik Bekun ahu Tuslu fi keman İbni Batur Hüve rah yakut bitar ahu akid Hüve rah yakut bitar ahu Baba بابا اتصل بباتور بترجاك.
بابا بترجاك لإلي باتور هلا. قل له ما يسامح اللي قتلوا تورجاي ويخلي أمه تبكي دم من شان الله بابا. قل له اتصل فيه بابا. جان يارس دي ساعدوها خدوها لجوا. ما في نبض جيبوا النقالة. رح بلش بالإسعافات الأولية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ما في نبض. رح كمل لكان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yere koydum.